قررتوا ايه؟ الحقيقة هنكتب تقرير طبعا عن اللي شفناه. أول جزء من التقرير ده بيخص إن فعلا في إهمال حصل في هذه الدار أو لأ، وده حصل، وهل في حصل انتهاك للولاد دي؟ أيوة ده حصل، فده هيكتب بوضوح صريح، وده هيستلزمه بعد كده إن لازم مجلس الإدارة ده يعزل، ووزارة التضامن تحط مفوض يمسك الدار إلى أن يتعمل لها مجلس إدارة جديد ويبقى تحت رقابة شديدة. دي حاجة، ده الشق الأولاني. ده الشق الأولاني. الشق الثاني، وده اللي يهمني، هو الوقاية خير من العلاج. تعالوا بقى نقعد ونشوف إيه اللي ناقص. تعالوا نقعد ونشوف بقى، ده دوري بقى، ده دوري كتشريعي. أنا دلوقتي عايز أشوف إحنا، هل إحنا ماشيين بمعايير قوية وثابتة مع هذه الدور، ولا أنا رمت لهم أطفال وكل ما بلاقي طفل تحت بير سلم ولا مرمي على جامع بشوف له اي دار ايتام برميه فيها، احسن من انه يبقى موجود في الشارع. وبرميه فيها وبعد كده ما بعرفش بيجرى له ايه. لا، الدور دي لازم تبقى الرقابه عليهم مشدده زي ما بقول لحضرتك. هل في قوانين وتشريعات موجوده عندنا دلوقتي في مصر؟ كل ده هيفحص. هيفحص. كل ده هيفحص بحيث ان احنا نشوف اذا كان فيه، يبقى لازم فيه تشديد بقى. يعني هو إذا كان ده موجود يبقى فيه تجديد وتنفيذ وتفعيل، وإذا كان محتاجين لأي تشريعات نعملها. أمال إحنا موجودين ليه؟ إحنا موجودين بنراقب اللي بيحصل، وإذا شفنا أي مخالفة نرجع نشوف هل المخالفة دي ناتجة من سوء تطبيق. طب هنظبط التطبيق ده إزاي؟ هنعمل التظبيطة دي بطريقة معينة، والوزارة تشارك معانا في ان احنا نقعد نلاقي الطريقة المثلى والفضلة ان احنا ناخد بالنا من ولادنا. اذا احتاج التشريع احنا تحت امره، عايزين نطلع تشريع طبعا تجريم لمس اي طفل من الاطفال سواء هو في دار ايتام، طبعا ده هيبقى عقوبة اشد، او اي طفل مصري، دي حاجة ما فيش فيها فصال. اي حد يقترب من اي طفل بالسوء، بالأذى البدني أو الذهني أو أي نوع من السوء، ده لابد أن طيب دي اللي عليه. تم اكتشافها وبالصدفة كده، يعني إيه اللي ما نعرفوش بقى تاني؟ يعني على عدد الدور واللي بيحصل فيها، يعني ممكن ناخد ده مؤشر؟ هناخد ده مثال، وهيبقى هو ده اللي هو المثال، اللي هو رأس الذئب الطائر. إذا الناس ارتضعت، وفي نفس الوقت احنا نكون كمجلس نواب وكوزارة بنتعاون على ان احنا نحط نظام رادع، واذا كانت سيادة الوزيرة ما عندهاش موظفين كفاية ينزلوا يتابعوا هذه الدور، تشوف طريقة تسحب من الاماكن اللي فيها موظفين مكتظة، واللي احنا قاعدين نشتكي من ان كثرة الموظفين، كثرة الموظفين والجهاز الاداري مترهل، نسحب للحتت اللي محتاجة فيها سيادتها ناس تساعدها علشان تتابع. وبعدين التوعية والتوعية والتوعية، لابد ان احنا نوعي الناس اللي في الشارع ازاي ياخدوا بالهم من الدور دي، لابد ان احنا نوعي المتطوعين اللي بيخشوا هذه الدور، لان برضو جزء من البلاغ جاي من متطوعين، ازاي ان هم ياخدوا بالهم اذا كان في اي اختراق لأي قواعد في أي دار من الدور، دور مسنين، دور معاقين، أي دار، يبلغوا ويقولوا. وبعدين إحنا موجودين النهاردة بقى في مجلس شعب، إحنا هننزل نجري نشوف إيه الموقف. تمام، خليني أنتقل لملف تاني أوسع، ذوي الاحتياجات وذوي الإعاقة. دلوقتي حضرتك دخلتي مجلس النواب وعندكم أهداف ورؤى لقطاع مهم في مصر بيتجاوز ال 10 مليون، يمكن 15 12 مليون. كم؟ 12 مليون. 12 مليون. الأهداف والرؤى ديت لازم يكون ليها قانون في النهاية. هل القانون ده تم بلورته؟ تم الانتهاء منه؟ الحقيقة أنا قبل ما أكون عضو مجلس نواب أنا جاية من أمين عام مجلس القومي لشؤون الإعاقة. ومباشرة قبل ما أدخل الانتخابات كنا منتهيين من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وده قانون مهم جدا، جمعنا فيه المسودات المختلفة اللي كتبتها جمعيات أهلية، اللي قام بإنجازها بعض النشطاء،
ولمينا ده كله في قانون واحد، عملنا عليه حوار مجتمعي، وبدأنا ان احنا نتقدم بيه عشان سيادة الرئيس يطلعه لنا قانون، قرار بقانون، ولكن للأسف الوقت كان ضيق فتأخرنا، فكان من نصيبنا ان احنا لابد من انتظار مجلس النواب. فأول ما استحدثنا لجنة التضامن والأشخاص ذوي الإعاقة في المجلس، أول حاجة أنا رحت سلمت هذا القانون جوه اللجنة وقلت لهم هذه أول حاجة ينتظرها منكم الناس المنتظرة العدالة الاجتماعية. هذا قانون جاهز ينزل يتعامل عليه حوار مجتمعي مرة أخرى، حوار سريع، لأن برضو كون هذا القانون هيصدر من مجلس النواب لابد أن يفتح مجلس النواب للناس ويفسح صدره إنه يسمع.